كنا شرحنا جزء قبل كده كنا قرأناها بس ما شرحناش فيها حاجة، مش كده؟ لا لا طيب تمام، هنفتكر بس مع بعض كده قراءتها تاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. صدق الله العظيم. انا عايزه بس حد يقراها كده من الطلبه عشان نفتكر قراءتها وبعد كده هنبدا شرح على طول. يلا يا ادهم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. شكرا أصنع شكرا. يلا سما. يلا سما. إيه وصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. شكرا. ريتاج. ويصنع الفلك الفلك ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. وكلما مر عليه ايه؟ من قومه ملأ من قومه سخروا منه قال أن تسخروا منا فإنا تسخروا منا تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون كما تسخرون. صدق الله العظيم. يلا يا سلمى. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه و فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزي عذاب يخزيه يحييه يخزيه يخزيه ويحيل عليه عذاب مقيم. شكرا. أوتا. أوتا. يلا هنا ياسر. حتى إذا جاء مس حضرتك سامعني؟ حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين
وأهلك من كل زوجين اثنين من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. شكرا. أنا هاني. روس. ولا تاني بس ولا ايه؟ لسه انا ما سمعتكيش اصلا، انت قراتي؟ هقولها تاني. وقالوا اركبوا فيها بسم الله مجراها وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها ان ربي لغفور رحيم. اشكرك. بنت حضرتك ندهت عليا. انت كنت فين يا اوطى؟ كنت في التويتر. اتفضل يا اوطى كمل اخر ايه. حاضر. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. شكرا. يلا يا جماعه نبدا شرح على طول. الايات دي طبعا زي ما هي واضح قدامكم هي بتتكلم عن قصه سيدنا نوح. ايه هي قصه سيدنا نوح؟ عادي، ارسله الله سبحانه وتعالى الى قومه بيدعوهم الى عباده الله عز وجل. برضو من الآيات واضح إن هم رفضوا دعوته ولا استجابوا له. ها؟ استجابوا ولا رفضوا يا جريد ناين؟ رفضوا يا مستر. رفضوا. الله سبحانه وتعالى. تعالوا بقى نقفل على شرح الآية آية. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وأوحي هنا المعنى ألهم، يعني سيدنا نوح ألهم أخبر يعني عن طريق الوحي أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. الله سبحانه وتعالى أخبر سيدنا نوح بأنه لن يدخل في الإسلام غير الفئة القليلة التي قد آمنت من قبل، لحتى لو قعد يدعوهم كام سنة. عارفين ان سيدنا نوح ظل يدعو قومه 950 سنة، 950 سنة بيدعو قومه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، ولكنهم أصروا على الكفر وأصروا على إيذاء سيدنا نوح، وهو كان يقابل هذا الإيذاء بالحكمة والموعظة الحسنة. تخيل أنت 950 سنة صابر على أذى الآخرين، أنتوا متخيلين؟ 950 سنة بيدعو قومه لعبادة الله. فالله سبحانه وتعالى بيخبره اللي هو لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن من قبل، إلا الفئة القليلة أو العدد القليل اللي كانوا آمنوا من قبل، فلا تحزن نفسك بسبب تكذيبهم وإيذائهم لك. تمام؟ ها؟ فيها مشكلة في الآية الأولى؟ لا تمام. الله سبحانه وتعالى هنا بيخفف عن سيدنا نوح، بيقول لا تبتئس. انتوا متخيلين يعني لا تحزن؟ يعني الله لما يكون الطلبة جاية من الله عز وجل، ده قمة الرضا. 950 سنة هو صابر على الأذى، هو بيحب قومه ونفسهم يستجيبوا، هم مصرين على عدم استجابة دعوته وكمان على إيذائه. الله سبحانه وتعالى بنفسه هو اللي ايه؟ بنفسه هو اللي بايه؟ بيخفف عن سيدنا نوح، بيقول لا تبتئس بما كان يفعل. حد عنده سؤال في الآية الأولى؟ لا شكرا يا مسلمين. يا مسلمين معلش ممكن تقوليها تاني؟ ايه شرح الآية الأولى؟ حاضر. بنقول ان الله سبحانه وتعالى ان سيدنا نوح عليه السلام قعد 950 سنه بيدعو قومه الى عباده الله عز وجل. طيب قومه كان موقفهم ايه من هذه الدعوه؟ استجابوا ولا لا؟ لم يستجيبوا واصروا على الكفر واصروا على ايذاء سيدنا نوح، وهو كان بيقابل هذا الايذاء بايه؟ بالحكمه والموعظه الحسنه.
الله سبحانه وتعالى أخبر نوح عن طريق الوحي أنه لن دي هنا بتفيد المستقبل، يعني مهما قعدت تدعي مش هيحصل، لن يؤمن من قومك إلا الفئة القليلة التي قد آمنت من قبل، فبيخفف عنه بيقول له فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، بما كانوا يفعلون اللي هو إيه بين قوسين إيه؟ تكذيب سيدنا نوح وعدم استجابة لدعوته وكمان إيذائي واستفزازي. خلاص؟ تمام يا هنا؟ تمام طيب. تمام واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. أصنع الفلك ده أمر من الله سبحانه وتعالى. الفلك طبعا هي السفينة. الفلك ده يا جماعة ركزوا معايا بتطلق على المفرد والجمع. الفلك تطلق على المفرد والجمع تمام، بس معناها السفينة. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. أعيننا هنا المقصود بها رعايتنا بحفظنا، ووحينا يعني إلهامنا. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، يعني لا تحدثني في أمرهم. المقصود بها هنا إيه؟ ما تطلبش منهم العفو، ما تطلبش ليهم الرحمة أو الشفاعة، ما تشفعش فيهم. إنهم مغرقون، يعني إيه كانوا مغرقون؟ طبعا يعني الموت طريق أغرق موتهم في هيكون إيه؟ الطوفان. الموت طريق الموت بتاعتهم اللي هي الغرق، الموضوع محسوم. إنهم مغرقون، ده هنا أسلوب توكيد. تاني شرح البيت الآية، شرح الآية التانية بتقول إيه؟ الله سبحانه وتعالى أمر سيدنا نوح بأن يصنع سفينة ضخمة. كلمة بأعيننا ووحينا يعني مواصفات السفينة الله سبحانه وتعالى محددها ومساحتها. خلاص، وبأعيننا ووحينا، أعيننا هنا يعني بحفظنا ورعايتنا، إن الله سبحانه وتعالى بيتعهد إن هو إيه يتم بناء السفينة دون أن إيه يتعرض له أحد بالأذى. ووحينا يعني مواصفات السفينة حجمها وشكلها، وده أوحي به نوح عليه السلام. خلاص، بيقول له ولا تخاطبني في الذين ظلموا، ما تتكلمنيش في مين؟ ها؟ ما تتكلمنيش، ما تطلبش العفو لمين؟ في الذين ظلموا. ظلموا المقصود هنا بان هم ظلموا انفسهم بسبب كفرهم. الظلم هنا مش ظلم حد، لا ظلم النفس. ليه؟ بسبب كفرهم. ليه بقى؟ ليه يا رب ما احاولش اطلب منك العفو والسماح ليهم؟ لان الموضوع محسوم منتهي، وهو انهم ايه؟ مغرقون. اسلوب مؤكد بايه؟ بان. طيب ايه علاقه انهم مغرقون بما قبلها؟ ولا تخاطبني في الذين ظلموا، ليه انهم مغرقون؟ يبقى انهم مغرقون على ايه تعليم بما قبلها؟ تعليل، تعليل لما قبله. تاني في الايه الثانيه الله سبحانه وتعالى يامر سيدنا نوح بان يصنع سفينه ضخمه بمواصفات وحجم حددها الله سبحانه وتعالى له، وبحفظ الله سبحانه وتعالى وإيه وعونه. خلاص، وفي نفس الآية بيطلب الله سبحانه وتعالى من سيدنا نوح أن لا يجادله أو لا يطلب منه العفو للذين ظلموا أنفسهم بكفرهم، وعلل ذلك بإيه؟ بأنهم غارقون لا محالة، هيغرقوا بإيه؟ أكيد بالطوفان، وإلا ما كانش الله سبحانه وتعالى طلب من نوح إيه؟ بناء السفينة. تعالوا كده نطلع مواطن الجمال من الآيتين الأولى والثانية. وأوحي إلى نوح، هنا الفعل أوحي مبني للمعلوم ولا للمجهول؟ المجهول للمجهول. ليه؟ مين يقول لي؟ ضرب أوله ونصبه ما قبل آخره، وكسر سورة ما قبل آخره. ماشي بشكل الفعل، لكن أنا بقول لك ليه هنا أوحي، قصدي بني الفعل المجهول، لأنه إيه؟ الفاعل معروف مين هو اللي مين اللي هو هي الله يعني. الله عز وجل. في بني يبنى الفاعل المجهول بسببين، اما للعلم به خلاص هو الفاعل واحد لا شك فيه، واما لان الفاعل بالنسبه لي مجهول، الاثنين عكس بعض. يعني لما اجي اقول خلق الانسان، هو انا عندي شك ان في حد هيخلق الانسان غير الله عز وجل؟ ها؟ لا لا، خلاص فانا بدل بقول ايه، فدايما دايما بقول اقول خلق الله الانسان، بقول خلق الانسان يعني خلاص الفعل معروف، فملوش لازمه في الايه ان انا اكد كل شويه، لان هو الموضوع محسوم. يعني هنا اوحي الى نوح، الله سبحانه وتعالى هو الذي ها بيه هو الفاعل،
في هذه الآية، فعشان كده بناها للمجهول، أنه لن يؤمن. أوحي إلى نوح إيه؟ إيه هو الشيء اللي الله سبحانه وتعالى أخبر به نوح؟ فهنا أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. الآية دي توضيح وتفسير لما قبلها، علاقتها إيه بما قبلها؟ توضيح وتفسير لما قبلها. أنه لن يؤمن إلا من قد آمن. هنا عندي أسلوب توكيد، عندي كذا وسيلة للأسلوب ده. أول حاجة أنه وقد، إلا من قد آمن، والفعل الماضي برضو يعتبر توكيد. وعندي هنا أسلوب قصر، حد يعرف يطلعه لي؟ إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فين أسلوب القصر هنا؟ وسيلته إيه؟ اللي هو إلا ولن. لا، لن وإلا. أيوه، اللي هو النفي وإلا. تقول الأول النفي والاستثناء، النفي والاستثناء، خلاص؟ يبقى أنا عندي أسلوب توكيد بالفعل الماضي يعتبر أسلوب توكيد. قد توكيد، أنه أن هنا توكيد، وعندي أسلوب قصر في نفس الآية اللي هو بالنفي لن والاستثناء إيه؟ إلا، خلاص؟ طبعا احنا عارفين ان لن دي يا جماعه بتخبر عن المستقبل، يعني لم للماضي ولن للمستقبل. فلا تبتئس، ده اسلوب ايه؟ اسلوب ايه؟ نهي. نهي، طبعا من نصف الاشياء. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. طيب في الايه الثانيه، واصنع الفلك، ده اسلوب ايه؟ أمر أمر امر غرضه النصح والإرشاد. معلش جريد 9، أنا عايزة كل اللي مش حواليه دوشة يفتح المايكات حالا. نفتح المايك. أنت أصلا ماشي. فاتحه يا أنت. تمام، ركزوا معايا بقى وتجاوبوا معايا. خليك في الحلو. طيب اصنع الفلك، قلنا اسلوب امر غرضه طبعا النصح والارشاد. طيب هنا عندي بس يعني استوقفتني حاجه، هو الله سبحانه وتعالى ما يقدرش يغرق الكافرين وينجي المؤمنين بدون سفينه وبدون حاجه؟ يقدر يقدر طبعا. يقدر. طب ليه هنا قال له اصنع الفلك؟ حد يقدر يخمن لي ليه؟ مين يقول؟ عشان الطوفان. طب ما هو ممكن طوفان يحصل وهم ما يشعروش بيه وينجو عادي، وهو اللي معاه والكافرين يغرقوا. حد عارف؟ مثلا علشان اللي هو اما كانوا يشوفوا هو بيعمل الفلك يقول لهم يؤمنوا، بس هم ما يؤمنوش، واللي لا، يؤمن هو قال له لن يؤمن من قومك، الموضوع انتهى. لو صنع 100 فلك، لا، هنا في الآية دي عشان الحيوانات اللي كانت معاه. يقدر برضو ينجيهم من غير حاجة. هنا الله سبحانه وتعالى بيعلمنا ان احنا لازم ناخد بالأسباب، لازم نعمل اللي علينا، خلاص؟ يعني ما ينفعش ان هو ربنا قادر على كل حاجة، ربنا لو عايز ينجحك هينجحك من غير ما تذاكر، صح ولا لا؟ بس انت لازم تعمل اللي عليك وتاخد بالاسباب. ربنا يقدر ينجيك من طريق السفر، بس ربنا قال لك اعمل اللي عليك وامشي والتزم بقواعد المرور، صح ولا لا؟ فان ربنا يقدر ينجيهم من غير سفينه، بس ربنا قال له ايه؟ اصنع الفلك. تمام؟ يبقى هنا بيوحي بضروره الاخذ بالايه؟ بالاسباب. واصنع الفلك باعيننا ووحينا. هنا التعبير طبعا اعيننا ووحينا بيدل على حفظ الله عز وجل لسيدنا نوح. ولا تخاطبني، ده اسلوب ايه؟ نهي. نهي برضو عرض نصف الاشياء. انهم مغرقون، ده اسلوب ايه؟ توكيد. مؤكد بإنه. توكيد، تمام. وطبعا انا قلت لكم من شويه ان هي ايه علاقتها ايه بما قبلها؟ تعليل. تعليل لما قبل، تعليل لما قبل. طيب نكمل، في حاجه صعبه في الايتين دول؟ ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه.
قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فعلا بدأ سيدنا نوح في تنفيذ أمر الله عز وجل وصناعة السفينة. وكلما مر عليه ملأ من قومه، ملأ يعني جماعة، جماعها أملاء، خلاص ملأ من قومه سخروا منه. يا ترى استهزأوا بيه، سخروا يعني استهزأوا، طب بيستهزأوا بيه ليه؟ حد عشان كان يعرف؟ بيتنا سفينة ومكانش فيه مياه في الأرض خالص. تمام. أيوة كانت المكان مياه اللي كان قاعد فيه سيدنا نوح كان ايه؟ جاف كان جاف، يابس بس. كان يابس، بس فيه شوية بعيدة جدا عنه. المكان ده، القرية دي كانت مفيش فيها لا أنهار ولا بحار، فالسفينة اللي أنت بتصنعها دي هنعمل بيها إيه؟ عشان كده كان بيسخروا منه. خلاص؟ طب هو كان بيسكت ولا كان بيرد عليهم؟ كان بيسكت لا ما كانش بيسكت بيسكت، لا هو رد بيسكت وقال إيه؟ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. هما كانوا بيسخروا منه، أنت بتبني سفينة ليه وإحنا في صحراء؟ هو كان بيرد ويقول ايه؟ اسخروا زي ما انتوا عايزين دلوقتي، ها؟ بس قدام هيحصل ايه؟ انت اسخروا منا اليوم سنسخر منكم طبعا احمل هذا لجهلكم، لجهلكم بصدق وعد الله عز وجل، فإنا سوف نسخر منكم امتى؟ ها؟ عندما يأتي أمر الله بإيه؟ بنزول الطوفان. أغرقكم بالطوفان، بالطوفان، الطوفان. خلاص؟ طيب يبقى في الآية دي بدأ سيدنا نوح في بناء السفينة فعلا، وكلما مر عليه جماعة من قومه، طبعا هم مش مؤمنين به ده كفار، كانوا بيسخروا منه. وسبب ذلك أن القرية التي كان يسكنها نوح ومن معه كانت بعيدة عن البحار والأنهار، فسيدنا نوح كان بيرد عليهم بيقول لهم إيه؟ إن تسخروا منا اليوم فسوف نسخر نحن منكم. إمتى؟ عندما يأتي أمر الله بإيه؟ بالغرق، بالطوفان، وطبعا إيه؟ بالغرق. فيها مشكلة الآية دي؟ لا لا فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. يخزيه يعني إيه؟ عذاب يخزيه يعني إيه؟ الخزي معناها إيه؟ تدمير. لا، كلمة الخزي هنا معناها الذل والإهانة، يبقى عذاب يذله ويهينه. خلاص؟ فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، يخزيه يعني يذله ويهينه، ويحل عليه عذاب مقيم. مقيم يعني دائم ومتصل. فاكرين احنا في دائم الآية الأولى دائم، مقيم يعني دائم معاك على طول، متصل يعني لا نهاية له. فاكرين، فاكرين في الآية الأولى اللي احنا خدناها عباد الرحمن، لما كنا بنقول الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، الغرام إن كان عذابها على كان بالي. غرامة. غرامة يعني إيه؟ يعني دائم، يعني متصل لا نهاية له، معناها مقيم. وبعدين في الآية الثانية قال إيه؟ إنها ساءت مستقرا ومقاما، إنها مكان سيء للإقامة والإيه؟ والخلود فيه، مش كده؟ ده في إيه؟ والاستقرار. ده في عباد الرحمن. هنا برضو نفس المعنى، برضو وصف العذاب اللي هي النار بأنه إيه؟ عذاب يخزي ويحل عليه عذاب مقيم. مخزي يعني مهين، مكان سيء للاستقرار والإقامة برضو. وبرضو وصف بأنه عذاب مقيم اللي هي إيه؟ إن عذابها مكان كان إقامة. غرامة، غرامة يعني مقيم. خلاص؟ تمام؟ يعني في عندي آيات كتيرة بتؤكد على أن عذاب جهنم عذاب، ها؟ عذاب إيه؟ أليم. أليم، مخزي، مهين، ودائم. خلاص؟ تمام يا جريد 9؟ تمام. في حد عنده سؤال؟ لا يمس. فرح محلب معايا؟ أيمس. مهاد معايا؟ ماهي معايا؟ ايوه يا ممكن مس، ايوه محركة مس. سامع معايا؟ ايوه نسمع حضرتك. جنى؟ حضرتك
حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. حتى إذا جاء أمرنا يعني نزل عذاب الله سبحانه وتعالى، نزل عذابنا اللي هو عذاب الله عز وجل. وفار التنور، التنور ده يا جماعة اللي هو زمان كانوا بيعملوا أفران. سمين. نعم كنت سامع حضرتك بس النت قطع، عرفتش ارد على حضرتك. موجودة يعني ان جنة. ماشي. تاني التنور دي يا جماعة كان، عارفين الأفران اللي كان زمان بيبنوها عشان يخبزوا فيها، غير الأفران دلوقتي، غير دلوقتي الحاجات اللي هي معمولة بالمعدن، كان زمان بيعملوا أفران عشان يخبزوا فيها. بس نعم حضرتك ما قلتليش اسمي. أنا ما قلتش كل الأسماء، أنا مش بس مين مركز معايا ومين لأ. خلاص يا جماعة. تاني مش عارفة يعني بقى، لو سمحت خليني أكمل. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، احنا قلنا تاني التنور ده اللي هو إيه؟ التنور اللي هي الفرن اللي بيخبز فيه. المية بدأت تخرج منين؟ من هذه الأفران. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، فار يعني نبع الماء، خرج الماء، بداية خروج الماء كانت من إيه؟ من هذه الأفران. قلنا احمل فيها، احمل فيها، الهاء دي فيها عايد على مين؟ فيها دي عايدة على إيه؟ سفينة. على السفينة. من كل زوجين اثنين، من كل المخلوقات التي خلقها الله عز وجل، من كل هذه المخلوقات زوجين، ذكر وأنثى. تفتكروا ليه؟ عشان يتجوزوا ويجيبوا عيال وكده. أيوة، عشان الحبيش مخلوق خلقه ربنا إيه؟ ها؟ نسله يروح ينتهي، عشان تفضل موجودة، مفيش حاجة تنقرض يعني. من كل زوجين اثنين، ها دي أول حد هيركب السفينة، ها ومين تاني؟ وأهلك إلا من سبق عليه القول، أنهي القول اللي سبق عليه؟ أنهي قول؟ في قول حاسم قاطع الله سبحانه وتعالى ذكره في هذه الآيات، اللي هو أنهي قول؟ أن يؤمنوا بالله. أنا ما كذبوا الدين يعني. لا، اللي هم مش قالوا ولا تخاطبني في الذين ظلموا، صح؟ إنهم مغرقون، فقالوا هتاخد أهلك معاك إلا من سبق عليه القول، اللي أنا قلت لهم إنهم مغرقون. هو كان مين؟ كان ابنه، ابنه يا جماعة كان هو بيشفع له، فربنا سبحانه وتعالى قال له إيه؟ ما لا تخاطبني في الذين ظلموا أنفسهم، خلاص الموضوع محسوب إنهم إيه؟ مغرقون. فلما رجع في الآية دي قال له وخد معاك أهلك، وراح رجع قال إيه؟ إلا من سبق عليه القول، اللي أنا قلت لك إن هو هيغرق، هيغرق. خلاص؟ ومن آمن، ومن آمن من قومك، ورجع قال إيه؟ وما آمن معه إلا قليل. تمام؟ خلاص يا تمام جريد ناين. تاني مين اللي هيركب تمام السفينة؟ من كل مخلوقات الله عز وجل، ذكر وأنثى، زوجين، وأهل سيدنا نوح بين قوسين كده، إلا من سبق عليه القول، إلا اللي أنا أكدت إن هم هيغرق. خلاص؟ ومن آمن من قومك، ورجع قال إيه؟ وما آمن معه إلا قليل. تمام؟ في صعب، حاجة صعبة؟ لا لا امس. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. اركبوا يعني خلاص اصعدوا إلى السفينة، وعكسها طبعا انزلوا، بسم الله مجراها ومرساها. مجراها يعني وقت إبحارها، ومرساها وقت وقوفها ومكان وقوفها، إمتى هتطلع وفين هتقف، ده دي حاجة بتاعت مين؟ ها؟ بسم الله، دي حاجة أوامر ربنا سبحانه وتعالى، إحنا مالناش علاقة، ما نعرفش هي هتقف فين ولا هتمشي إمتى. إن ربي لغفور رحيم. تاني قال نوح للذين آمنوا معه وأهله اركبوا السفينة بسم الله، يكون بداية أو وقت جريها في الماء، وبسم الله يكون مكان رسوها ووقوفها.
خلاص، إن الله عز وجل غفور لعباده التائبين ورحيم بنا. وهي تجري بهم في موج كالجبال، خلاص بقى بدأت تتحرك والموج عالي جدا كأنه جبل. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. لآخر لحظة سيدنا نوح بيتكلم بيترجى ابنه ان هو يركب معه، وهو مش هيركب معه غير مين؟ مين اللي يركب في السفينة؟ المؤمنين. المؤمنين. والآخر لحظة بيقول له، ما ان الله سبحانه وتعالى قال له لن يؤمن من قومك الا من قد آمن. تفتكروا ايه اللي خلاه سيدنا نوح لآخر لحظة قبل ما يشوف ابنه وهو بيغرق يطلب منه ده؟ عشان هو أب. برافو عليك، عاطفة الأبوة. مستحالة إن أنا أنجو بنفسي وأشوف ابني بيغرق، مع إنه هو ظلم نفسه، هو اللي مش عايز إيه؟ يؤمن بالله. بس لآخر لحظة، وربنا سبحانه وتعالى أخبر نوح إنه لن يؤمن، لن يؤمن، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ولكن إحساس وشعور الأبوة هو الذي إيه؟ دفع نوح أن يطلب من ابنه للمرة الأخيرة أن يركب السفينة وينجو بنفسه. طبعا مش يركب السفينة هو كافر، عشان يركب السفينة لازم يكون إيه؟ مؤمن. مؤمن. خلاص؟ وهي تجري بهم، وصف هنا الموج كأنه جبل، جبل. متخيلين ارتفاع الموج عامل إزاي؟ تاني في الآية دي، بدأ الطوفان، أخذت السفينة تبحر بمن فيها في موج عالي جدا كالجبال. وبعاطفة الأبوة نادى نوح ابنه. كلمة كان في معزل نوح، ابن نوح قال إن أنا هصعد الجبل وهنجو بنفسي. خلاص، طلب منه نوح لآخر لحظة إن هو يركب معه حتى لا يهلك مع الكافرين. حاجة صعبة في النص يا جماعة؟ نعم. طبعا في بقية الآيات هو قال له، ابنه قال له أنا هصعد الجبل وهنجو بنفسي، فرد عليه الأب وقال له إيه؟ لا عاصم اليوم من أمر إيه؟ من أمر ربك. قال له خلاص، خلاص مهما وقفت في أي مكان أمر ربنا نافذ إيه؟ لا محالة. ده بس دي مش عليكم، لا عليكم لغاية هنا. أيوة. خلاص؟ طيب، أنا في مواطن الجمال في الآيات اللي أنا شرحتها دي، في عندي استثناء في الآية اللي هي إيه؟ وأهلك إلا من سبق عليه القول، لأن ابنه من إيه؟ من أهله، مش كده؟ بس هو رجع قال له إيه؟ إلا من سبق عليه القول، إلا اللي أنا قلت لك عليه. لا، ده هنا في استثناء من الأهل. وعندي برضو إن ربي لغفور رحيم، هنا طبعا أسلوب مؤكد بإن واللام. خلاص؟ تمام. يا بني أسلوب إيه؟ بدأ نداء، برضه طبعا التنبيه. وهنا بيوحي بمدى حب نوح لابنه وإيه؟ وإشفاقه عليه. طيب، هنا برضو كلمة بني، ما قالش يا ابني، قال يا بني. هنا ده تصغير، صيغة التصغير اللي هي لازمته ايه؟ اظهار الحب والايه؟ والحنان. مش اركب معنا، ده اسلوب امر، اركب معنا ده اسلوب امر. ولا تكن مع الكافرين، اسلوب ايه؟ لا تكن، اسلوب نهي. المرة الأخيرة برضه هشرح الآيات دي، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور. الآية دي هنا لما صدر أمر الله بإهلاك قوم نوح الكافرين، نبع الماء بقوة من فرن الخبز اللي كانوا بيصنعوا فيه الخبز بتاعهم، دي علامة لبدء الطوفان. وأمر الله سبحانه وتعالى نوح أن يحمل في السفينة من كل مخلوقات الله سبحانه وتعالى، من كل أنواع الحيوانات يعني، زوجين اللي هي ذكر وأنثى، ومن أهل بيته ما عدا من أخبر به الله عز وجل اللي هو زوجته وابنه، زوجته وابنه، دول ما كانوش معاهم لأن الاثنين كانوا كافرين. وثالث حاجة المؤمنين من قومه، وكان عددهم قليل. بعد كده نوح عليه السلام طلب من ابنه أن يركب، لا الأول طلب من المؤمنين أن يركبوا السفينة، وقال لهم أن هي بداية حركتها ومكان رسوها ده بأمر الله عز وجل، ده مش تدخلنا يعني. وهي بعدين بدأ الطوفان، السفينة قعدت تبحر
ولآخر لحظة طلب نوح من ابنه أن يركب في